الببلاوي يعقد اجتماعا مع مجلس المحافظين النهاردة لبحث أزمة اسطوانات الغاز وتوفير السلع. مجلس المحافظين في مقر الحكومة بيعقد هذا الاجتماع برئاسة حازم الببلاوي لبحث أزمة الغاز، الإجراءات التنفيذية المتبعة والضرورية في هذه الفترة للقضاء على هذه الأزمة، وبيتناول الاجتماع سبل توفير السلع وكذلك مراقبة الأسواق ومشروعات الخطط الاستثمارية. طبعا حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء ليه تصريحات أيضا هامة نزلت النهاردة في كل الجرائد في متابعتنا الإخبارية طبعا وفي قراءتنا لأهم عناوين الصحف، نقراها بشكل أوضح. التصريحات دي بتقول مبارك سيعود إلى الحبس الاحتياطي مرة أخرى، ولا نتوقع اضطرابات بعد انتهاء حظر التجوال وبعد رفع حالة الطوارئ، ولازلنا في دراسة صياغتين لقانون الإرهاب وأيضا بشأن الأمن والمشهد في الشارع المصري، لتصريح هام بأن الدولة قادرة على عودة الاستقرار، قادرة على حفظ الأمن في هذه الفترة. طبعا التصريحات دي ليها تفاصيل كثيرة، خاصة مبارك سيعود إلى الحبس الاحتياطي. بيوضح دكتور الببلاوي كيفية عودة مبارك إلى الحبس الاحتياطي. طبعا مبارك في الإقامة الجبرية، الإقامة الجبرية دي أصلا كان عليها جدل قانوني كبير. أما عن قضية سد النهضة الإثيوبي كان هناك أيضا في تفاصيل هذا الحوار تصريح للدكتور الببلاوي بيقول فيه أن سد النهضة بيتم وسيتم، ولكن المواجهة مع إثيوبيا ستؤدي إلى المزيد من الأضرار. العداوة مع إثيوبيا في هذه الفترة ستزيد من حدة الخلافات والموقف الإفريقي بالكامل، لذلك فإنه من الأفضل أن نعمل معا لما يحقق المصالح المشتركة. خلينا ناخد التصريح الأول وهو أزمة الغاز والإجراءات التنفيذية للقضاء عليها وما يتم في الاجتماع داخل مقر الحكومة مع مجلس المحافظين، لأنه طبعا أزمة الغاز بتتقدم المشاكل في الشارع المصري. ناس كتيرة ما بتتكلمش في السياسة، بتتكلم عن أمورها الحياتية، عن المعيشة، عن القوت اليومي، عن الرزق اللي طبعا بيعاني منه الكثيرين نتيجة ارتباك المشهد بالكامل في الفترة الحالية. معنا هند مختار محررة شؤون مجلس الوزراء بجريدة اليوم السابع. مساء الخير أستاذة هند. مساء النور يا فندم. أستاذة هند، ممكن تقول لنا يعني ما سيطرح داخل هذا الاجتماع والأولويات؟ هو النهاردة من المفترض أزمة المحافظين برئاسة الدكتور حازم الببلاوي أزمة البوتاجاز، و قضاء المجلس أمس بزيادة عدد خطوط الاتصال بوزارة التموين بخدمة توصيل المنازل لـ22 خط. أيضا من المفترض أن يناقش الاجتماع النهاردة الإجراءات التي سيتم البدء والتنفيذ لزيادة عدد الخطوط لـ112 خط للقضاء على أزمة ارتفاع أسعار البوتاجاز أزمة السوق السوداء للبوتاجاز، خاصة بعد تفاقم الأزمة بشكل كبير وشكوى المواطنين هذه الأزمة. طيب مشروعات الخطة الاستثمارية، مراقبة الأسواق، طبعا حضرتك عارفة أنه في جنون الأسعار في الفترة الحالية، في استغلال للموقف في الأسواق والتجار يعني، وما يحدث من اختلاف الأسعار من وقت للتاني وتباينها، ده مطروح في هذا الاجتماع أيضا؟ هو من المقرر أن يعرض وزير التموين أيضا تقرير عن ارتفاع الأسعار وخطة الحكومة لمواجهة هذا الارتفاع، خاصة بعد أن أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عن وجود خطة لديها للقضاء وضبط على وضبط الأسعار. أيضا من المفترض أن يتم مناقشة القرار الخاص بالقوات المسلحة بعد أن أعلنت تزويدها لوزارة التموين ب15 سيارة مجهزة لنقل السلع الغذائية و15 سيارة مجهزة أيضا لوزارة الزراعة لنقل السلع الغذائية للمحافظات النائية. المحافظات النائية فقط، يعني توفير السلع لأماكن تم تحديدها فعلا؟ بالفعل داخل هو بالقاهرة والمحافظات النائية. المحافظات النائية ستتولاها وزارة الزراعة، أما وزارة التموين ستتولى القاهرة.
يعني في اماكن مختلفه ايضا في انحاء القاهره سيتم فيها توفير السلع. هل من المتوقع يا هند انه يكون في نتائج سريعه، في قرارات سيتم اخذها في الاجتماع الخاص بمجلس المحافظين ورئيس مجلس الوزراء، ولا يعني الاجتماع فقط لطرح الامور وكذلك لمناقشتها؟ لا، هو الاجتماع هذا هيتم طرح الاهم فيه وسبل حلها، ومن المقرر ايضا ان يعقد اللواء عادل لبيب وزير التنميه المحليه المحافظين يوم الاحد المقبل عشان يناقش سبل القضاء على الازمه نهائيا. انا بشكرك هند مختار، محرره شؤون مجلس الوزراء بجريده اليوم السابع. هنتابع معاكي الساعات اللي جايه اخر التطورات بالنسبه لهذا الاجتماع. الاجتماع طبعا بيطول امور كثيره خاصه بالمواطن المصري وبحياته وبما يشغله بالفعل في الفتره الحاليه، ومفروض طبعا انه يسفر عن نتائج. العامل الزمني مهم جدا لكل مواطن، خاصة إذا كان الأمر بيتعلق ببيته وبأسرته وبقوته اليومي، فمن المتوقع أنه يكون في نتائج، في تصريحات، في قرارات ستؤخذ في هذا الاجتماع، لأنه كفانا في الفترة دي بيانات واجتماعات ومناقشات ومفاوضات وتأخر في تنفيذ القرارات كمان مش بس في أخذها.